مشاهدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم آلو فارس. يلا مشاهدنا الكرام، كما جرت العادة، الكراس والسيالة، وما تنساوش رقم الهاتف اللي راح يظهر في أسفل الشاشة. راح نستقبل جميع مكالماتكم. اليوم جبت لكم زوج وصفات كما جرت العادة. الوصفة الأولى حتكون محنشة بواحد الطريقة بزاف هايلة وبزاف بنينة. إلا عولتوا ديروها العشاء اليوم. يلا شوفوا المقادير وشوفوا طريقة تحضير تاع هاد المحنشة. والوصفه الثانيه حتكون كيكه اللي راح نديروها بالكريمه ثاني، راح نحطوها تبرد ومن بعد نقدموها، راح نديروها كراميل وشوكولا، بزاف بنينه ثاني. يلا مشاهدينا الكرام، ما نضيعوش الوقت، نروحوا مباشره نعطيكم مقادير تاع العجينه اللي راح نديروا بها المحنشه، ونعطيكم الحشو تاع هذا المحنشه. تبعوا معايا. هنا خديت العجينه، خديت 5 كيسان تاع فارينه، عمروهم مليح، مسحوهم، 5 كيسان تاع فارينه، الكاس اللي تشربوا به الماء عادي. قلنا هنا 5 كيسان فارينه، زوج كيسان حليب، وعندي زوج حبات بيض والملح. نعاود لكم، قلنا العجينه تاع هاد المحنشه عندكم 5 كيسان فارينه، هاهم ليك امامكم، الكاس اللي تشربوا به الماء عادي. قلنا ناخذوا نكيلوا به 5 كيسان فارينه، زوج كيسان حليب، شويه تاع الملح، وزوج حبات بيض يكونوا كاملين. هذا بالنسبه للعجينه. وبالنسبه للحشو تاع هذه المحنشه نخلي لكم الاختيار ليكم نتوما، ديروا واش حبيتوا، بطاطا، لحم مفروم، دجاج تفتوه، ديروها كاع فروماج كيما حبيتوا. انا خديت شويه تاع اللحم المفروم اللي راح نقليه مع شويه تاع البصل، ملح في الكحل، وكيطيب نرمي له شويه تاع المعدنوس وشويه تاع الجبن المبشور اللي راح نضيف هذه المحنشه. هادو هما المقادير كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام. يلا روحوا طريقه التحضير راح تشوفوا ثاني سهله بزاف. شوفوا معايا، ناخذ هنا مقله وراح نحط لها شويه تاع الزيت كيما نداري، نخليها تسخن. شوفوا هكذا، هكذا حطوا الزيت تاعنا تسخن، ومن الجهه نروحوا نبداو نعجنوا العجينه تاعنا. شوفوا معايا هنا، هادو يروحوا منا. شوفوا هنا، قلنا عندكم 5 كيسان تاع فارينه، هاهم ليك هكذا، نزيد شويه تاع الملح اللي ما نسيتش الملحه، هكذا مع هاد 5 كيسان تاع فارينه وزوج وشويه تاع الملح، راح نزيد زوج حبات بيض، الحبه الاولى وهذه الثانيه. شوفوا معايا، ونبداو نطمو العجينه تاعنا. يلا الزيت تاعنا سخنت، نحط البصل هو الاول، نخليه يتقلى مليح حتى يدبل، ومن بعد نزيد اللحم المفروم. شوفوا معايا، يلا شوفوا، نفرغ الحليب وفي نفس الوقت نعجن. هاد العجينه لازم تكون شويه شاده روحها، ما تكونش تلصقه. شوفوا هكذا، هكذا بهاد الطريقه، ما ديروهاش تلصق باش تعاونكم. هكذا نطموا العجينه تاعنا. ونوصيكم برك، الى درتوا هاد المحنشه هاد العجينه لازم تخليوها ترتاح. علاش؟ لانه حنحلوها شغل، حنحلو مسمن ولا محاجب،
قد ما ترتاح قد ما تعاونكم باش تحلوها. شوفوا هكذا هكذا نطمها كامل. هكذا تقدروا ديروها العشاء تشبع بزاف. وقلت لكم الحش ديروا واش حبيتوا لداخل. تقدروا تغلوا تغدلوا بطاطا وديروا لها شويه بصل شويه معدنوس ودي تستعملوه كش يعني كحشو. شوفوا معايا هكذا نطم لاباط تاعي. شوفوا هنايا لاباط تكون شاده روحها شويه. شوفوا ما تكونش تلصق. كتشوفوا شوفوا هاي لك لاباط تاعي لازم تكون شاده شويه روحها. معلي نخليها ترتاح هذاك هو. ما ديروهاش هني طريه بزاف تلزق في يديكم. نحوي هاد العجينه شوفوا هكذا. يلا العجينة تاعنا خلاص. يلا نروح نستقبلوا أول مكالمة نهار اليوم من فرنسا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء النور خير. مساء النور والأنوار. واش راكم؟ لا بس الحمد لله. وانتم بخير؟ ولا غير الحمد لله. سؤال عليكم. الله يسلمك. شافه؟ نعم. شافه انا عماه. اسمح لي بس كلافه التليفون جاتني شويه ماشي كيف كيف. انا من متتبعات ملي كنت نسميرة تي في. الله يسلمك. طول عمرك. مالوغوزمون اليوم وقيلا عندي زهر كي قدرت نحكمك. عندك زهر. على بالك من قبيله من قبل ليميسيون قلت جفي سي جفي تونتي ما شونس. يلا هو عندك الزهر. هذوليك انا شكرك على الحصه تاعك شاف. بارك الله فيك. انا عندي برك شويه بعض الملاحظات سي فو ديرونج با جفي با ترو ديسكوتي باش ما نطولش عليكم. يلا تفضلي. كي نروحوا سور اليوتيوب لي غوسيت تاعك سو ريبيتي اون بليزيور فوا. اسكو فوز افي كونستاتي سا او با؟ نورمالمون على بالهم دوك يسويوا الوضعيه. بارك الله فيك. يعني حبيت ندير ملاحظه برك. معليش معليش تفضلي. باش هكذاك باسكو على بالك انا نكتب لي غوسات ودي فوا تسمى نعاودو كوم كيكونوا هكذاك دي ريبيتيسيون ريبيت سور لي كايي. ماذا بيا يكون شويه تاع التنظيم برك سا فو ديرونج. اما راهم مزاهيين في الدار. راهم زاهيين. انا قلت سي با بوسيبل على بالك سي فريمون سي اون بيل سوربريز بور موا سانسيرمون. مرحبا مرحبا. و فوتر ايميسيون معني بارك الله فيك. الله يسلمك. ومن المتتبعات دوبي سميرة تي في كي كنت في ثاني في البلاد. نقدر نقول لك راني في السانكيام كاي تاعي. يلا الله يبارك. الله يسلمك. جي سي با مال الحمد لله. كاش با جي سي با مال الحمد لله. كاين اللي عجبوني كاين اللي ما يعجبونيش بكل صراحه ما نكذبش عليك. هذا رايك. لي كو لي كولور نو سي ديسكيت با كل واحد وشهوته. صح كاينه كاينه. بارك الله فيك. انا حبيت ندير غير ملاحظه على هادو ما باش لي غسل باش كي نعاودو نكتبوهم في لي كايي ما نضلوش نديرو ريبيتيسيون باغ اكزومبل لا روسيت كي دير هنا كي دير ريبيتيتيف دير ريبيتيتيف ولا كيما شافها كيفاش يقولوا بالعربيه. فهمتك فهمتك. هكذاك باش حنا ما نعاودوش نكتبوها في الكراس. ان شاء الله مدام ما كاش مشكل. اي جو فو غوميرسي جو سويت بون كونتينياسيون. ميرسي يعطيك الصحة. بون كوراج شابو بور فوتر ايميسيون. ميرسي يعطيك الصحة مدام بارك الله فيك. جو غوميرسي لو مسيو اللي كان في ستاندار جو لو غوميرسي بوكو انسي كو فوتر ايكيب. نبيل. اه
مانيش عارفه. فؤاد 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 الاسم. فؤاد تحيه كبيره لك. الله يعاونكم خويا. بارك الله فيك سيداتي. شكرا. سلمي لي كامل عليهم. شكرا. الله يسلمك خويا. شكرا. مع السلامه. شكرا. يلا شوفوا هنا مشاهدي الكرام، البصل تاعي تقلى يعني دبال شويه، راح نزيدوا هذاك اللحم المفروم، ملح في الكحل. انا خيرت هذا الحشو اليوم، انتم تقدروا ديروا الحشو اللي حبيتوا، ها ماشي شرط تكون اللحم المفروم عندكم شويه دجاج بقى لكم ولا كيما حبيتوا. شوفوا هاي لك العجينه تاعي. دونك هذه العجينه ما تقدروش تحلوها هكذا، شوفوا واش نديروا هكذا. هكذا بهذه الطريقة. يلا. والحش بتاعكم اللي كنتوا حبيتوا تطيبوه ديروه هو الأول اللي يطيب باش يبرد، باش ما يقطع لكمش العجينة. ومن بعد كديروه سخون راح يقطع لكم العجينة. يلا. هنا نطفي النار ونزيد معدنوس. هكذا بهذه الطريقة. ونخلي الحشو تاعي يبرد. يلا نحطه هنا ونخليه يبرد. نعاود نوليو هنا لاباط تاعنا. شوفوا كيما انا راح نستعمل، راح نستعمل انا هاد السنيوه اللي تعرفوها كم تاع بيتزا هاي لك، راح نستعمل هذه. هذه خضات لي خمس سانك بول تاع لاباط يعني راح نقطعها. دوك تشوفوا راح نقطعها. شوفوا نقطع لاباط تاعي زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هذه ثمانية تسعة. وهذه اللي قعدت لي دوك نشوف لاباط اللي يشوفها صغيرة راح نزيدها. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمة. أم ياسين السلام عليكم. واش راكم يا ناس البليدة؟ صافا؟ ألو؟ معليش أم ياسين ماهيش تسمع فينا. شوفوا هنا. يلا عاودت ولات أم ياسين. السلام عليكم أم ياسين. السلام عليكم خويا. رحتي وليتي؟ رحت وليت. مرحبا بك. الله يسلمك. الله يحفظك خويا. نشكرك على الوصفه تاعك لك دير. الله يسلمك يطول عمرك. طول عمرك. شكرا. عندي واحد طالب بهذيك النهار عيطت لك وقلت لي من بعد نديرو. يلا يلا قولي لي. باب التسامية راهي هنا. قولي لي. مايونيز خويا. مايونيز. ايه. مايونيز بلا بيض ولا بالبيض؟ ديجات. المهم مايونيز وخلاص بالبيض. المهم بنينه. المهم بنينه. يلا ما كاش مشكل، ما كاش مشكل. وصابلي صابلي تاع زمان هذاك تاع المعجون. يلا ما كاش مشكل. وبيتزا تاع الطاجين، وحده قالت لي قولي له بيتزا تاع الطاجين. ندير لكم بيتزا تاع الطاجين. ماذا بيا خويا؟ بيتزا تاع الطاجين شحال بنينه. نديروها غدوه، واش رايكم؟ ماذا بينا؟ يلا غدوه نديروا بيتزا تاع الطاجين. خلاص ربي يحفظك ويعطيك وشتنا ان شاء الله. هاي خلاص ما كاش مشكل. ربي يعاونك. الله يسلمك يطول عمرك. شكرا. الله يسلمك. شكرا. يلا شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، حاولوا انكم ديروا هاد لي بول كامل يكونوا كيف كيف، يعني ماشي شرط توزنوهم ولكن بعينكم عينكم ميزانكم. شوفوا هكذا زوج اربعة ستة ثمانية تسعة هادي. شوفوا قلت لكم هنا هاد السنيوه اللي حنستعملها اليوم خضات لي هكذا تسعة كوريت تاع لاباط. دونك نتوما قد ما تكبروا السنيوه قد ما تزيدوا لاباط، ها ضعفوا لاباط. شوفوا يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه من العاصمه ام ولاء ولينا. السلام عليكم.
الو السلام عليكم. مرحبا بك سيداتي، واش راكي ام الاء ولينا؟ صافا واش راكم نتوما؟ لاباس ولا غير الحمد لله الله يطول عمرك، واش راكم نتوما؟ يسلمك الحمد لله. عيط باش نقول لك ولا اروع لي غوسات تاعك. الله يسلمك يطول عمرك، بارك الله فيك بصحتكم. يسلمك يا عيط. الله يسلمك تعيشي يطول عمرك. نتبعوك دائما في القناه اللي راك فيها المره في النهار، كنا ديجا نشوفوك في البلاد. وراكي تجربي سيداتي؟ ايه نجرب من داك ونجرب. يلا الحمد لله بصحتكم. يسلمك يا عيط. بصحتكم. بارك الله فيك. يسلمك. تعيشي يطول عمرك، شكرا. معليش ندير اهداء. يلا شحال معليش. تعيش شكرا. يلا تفضل. ندي الاهداء للعائله تاعي كامل. تحيه كبيره ليهم. اختي سعاد اللي راهي تتبع فيك دائما تعيط لي وتقول لي شفار شفار دار كذا دار كذا. تحيه كبيره لسعاد. سعاد وماني ربي يطول عمرها. مايا ان شاء الله. العائله تاعي كامل يما خوتي خياتي كامل تبعوك. يلا تحية كبيرة لهم إن شاء الله يكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. صحة شفاف. شكرا. إن ربي يرفد علينا هذا المرض والبلاء باش آمين نتلقاو. آمين آمين. كامل دارنا خاوتي خياتي كامل. توحشنا كاع والله كاع. والله غير توحشنا، قلنا العطلة خلاصت وما تلاقيناش. إن شاء الله يا مجايين يا ما تكونوا مليح إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة الشفاف. بارك الله فيك شكرا. ونادي تحياتي ثاني لبناتي لينا وآلاء، نقولهم نحبكم نموت عليكم. وقولي لهم تحية كبيرة مني لهم. يعطيك الصحة الشفاف، ربي يعاونك. يعطيك الصحة شكرا. ميرسي. مع السلامة. يبقى على خير. مع السلامة. شكرا شكرا. يلا شوفوا هنا مشاهدينا الكرام. هكذا باش تشوفوا مليح. شوفوا توسيوا لاباط تاعكم هكذا ديبول عينكم ميزانكم كونوا تقريبا يكونوا كيف كيف ما كان توزنوهم. انا قلت لكم هاد السنيوة اللي راح نستعملها هاي ليك ندير لها شويه تاع الزيت. شوفوا معايا هذه خذات لي 9 كويرات هكذا. شوفوا شويه تاع الزيت هكذا بهذه الطريقة. راني يعني نخدم كيما تخدموا نتوما في الدار اللي ما عندهاش بانسو على بالكم تمسح سنيوة بيدها. يلا زيدوا استقبلوا مكالمة. الو الو واش راكم يا ناس طوالي؟ والله لاباس. مساء الخير الشفاء. مساء النور، مرحبا بك. واش راك لاباس؟ والله غير الحمد لله. كيف الحمد لله مبروك على وليدك. الله يسلمك يطول عمرك. معك أم مريم وإبتهال طوالي. أم مريم وإبتهال. وإبتهال ربي يخليهم لك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله تعيشي طول عمرك. والله غير الحمد لله سؤال عليكم. الله يسلمك. ياك يعطيك الصحة على لي غوسات اللي راك ديرها. الله يسلمك بارك الله فيك. غوساتك كامل ولا أروع. الله يسلمك طول عمرك شكرا لكم. شكرا. الله يسلمك تعيش. شكرا. واش راك تدير اليوم الأخباز؟ اليوم اليوم محل اليوم محنشه راح نديرو محنشه. شفتي لاباط؟ الله يبارك لاباط راهي تبان هايله ولا الله. يلاه لازم ديرو ديروها العشاء اليوم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكرا لك. شكرا لك سيداتي. شكرا تعيش. نهدي بك تحياتي لاختي لالي هو ناصرة وراجلها محمد جيتي وما ننساش يما وبابا اللي نحبهم بزاف بزاف. بارك الله فيك تحية كبيرة لهم. ولاد خويا عبد الجليل عبد الرؤوف وإسلام. يلا تحية كبيرة. بارك الله فيك. يلا ما نسيتي حتى واحد. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام تحلوا لاباط تاعكم هكذا. هاي لك. إلا شفتوها تلصق يعني تلصق شوية استعملوا فارينة نورمال. استعملوا فارينة تاعكم. شوفوا نحط لاباس تاعي ندهنها بالزيت. شوفوا هاي اللي امامكم ونكمل هادو. شوفوا حلوهم كامل وحطوا وحده فوق اختها وما بين وحده وحده لازم ديروا الزيت باش ما يلصقوش. شوفوا هاي لك شوفوا هاي ليك هكذا. ها دوك هنا ندير شويه تاع الزيت ونحط الثانيه كيف كيف ندير شويه تاع الزيت هكذا
لازم تخليوها ترتاح هكذا هكذا، ما تقدروش تحلوها تتقطع لكم لاباط، دونك خليوها ترتاح راح تطلق روحها وراحين تخدموا بها بكل سهوله وحدها تمشي. هاي لك نزيد نحط هذه هنا كيف كيف شويه تاع الزيت. شوفوا هكذا نزيد نحط هذه فوقتها، ودائما ما تنساوش الزيت باش من بعد كي تقولوا كي ترتاح العجينه تاعكم ما تسيبوهاش لسقط. هكذا شوفوا هكذا نزيد الزيت. يلا نروح نستقبلوا مكالمه من خميس مليانه. السلام عليكم الحاجه. يا سيدي ربي يحفظك. واش راكي ميمتي لاباس؟ ربي يحفظك يا ولدي. انا يمانك عندي 70. الله يبارك الله يبارك. ربي يحفظك. نزلت البركه ان شاء الله. راني فرحانه كي شديتك. الله يسلمك يطول عمرك. مرحبا بك. ربي يحفظك يا وليدي. يطول عمرك. تحيا علينا الغلبه يا وليدي. الله يسلمك. ربي يحفظ وليدي ربي يعطيك ان شاء الله ما تتمنى. الله يسلمك طول عمرك. الجنان ان شاء الله وليدي. امين امين. يعطيك ان شاء الله صحتك. ان شاء الله امين. عاود لي غير لافات لا بغيت تربح. معليش 5 كيسان تاع فارينا. ايه. زوج حبات بيض. شويه تاع الملح وزوج كيسان حليب. صحيح صحيح. خلاص كتبتوها؟ ايه كتبتوها خلاص. عاود لي عاود لي. 5 كيسان فارينة زوج حبات بيض. يلا نعاود لكم لاباط. قلنا 5 كيسان فارينة كاس اللي تشربوا به الماء عادي وزوج حبات بيض شويه تاع الملح وزوج كيسان حليب باش تطموا لاباط تاعكم. هاي لك شوفوا كل ما ندير وحده فوقتها ندير الزيت قلنا باش لاباط تاعكم ما تلصقش. هاي لك ولو كي تخلوها ترتاح لازم تغطيوها، غطيوها بكيس بلاستيكي ولا بابي فيلم وتخليوها ترتاح. يعني لو كان 15 دقيقه ولا 20 دقيقه راح تشوفوا لاباط هذه تلقط روحها راح تحلوها بكل سهوله. هكذا شوفوا نزيد. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمة. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. سي زياني واش راك؟ ولا لا الحمد لله. واش راهم ناس تلمسان؟ صافا نسلم عليك. انا الحاجة دروك راني نتفرج معاها قالت لي فارس انا سلم فارس. سلم لي عليها بزاف. قالت لي كي يجي فارس راني نتفرج فارس. الله يسلمك سلم لي عليها بزاف بزاف ربي يطول في عمرها ان شاء الله. ولا لا تبغي كاع لي الرسالة تاعك زعما تشكر. الحمد لله بارك الله. الله يسلمك يطول عمرك ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين ان شاء الله. ايوه السلام عليكم. بارك الله فيك شكرا. يعطيك الصحه والسلامه. بارك الله فيك شكرا. يلا شوفوا هنا مشاهدينا الكرام هاي لك هذيك لاباس تاعي كيما راهي تغطيوها بكيس بلاستيكي ولا بابي فيل وتخليوها قلنا 15 دقيقة حتى 20 دقيقة ترتاح. هي قد ما ترتاح قد ما تجيكم سهلة. لو كان تخدموا لاباط تاعكم هكذا دوك نجربوا وحدة وتشوفوا راح تعبكم وتلسع وتتقطع كامل، ولكن كي تخليوها ترتاح راح تخدموا بها بكل سهولة. شوفوا أنا قعدت لي وحدة من اللي وجدت وحدة من قبيلة هاي لك لاباط تاعي راهي مريحه. شوفوا كيفاش نحلها. هاي لك لاباط ودائما بالزيت نحلو لاباط تاعنا بالزيت هكذا. يلا نزيد نستقبلوا مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا بك سيداتي واش راكي؟ واش راهم الناس؟ الله يسلمك يطول عمرك بارك الله فيك.
شكرك على الوصفه كلها كديرهم. الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يعطيك صحتك ان شاء الله. امين، بارك الله فيك، شكرا لك. اي الله ربي يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا، مع السلامه. شكرا شكرا شكرا. يلا شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، قلت لكم هاد لاباط اللي خليتها ريحت، شوفوا نحلها هاد، ندير شويه زيت تمشي وحدها، صدقوني تمشي وحدها، ما ملي تقطعت لكم ماشي مشكل. لا شوفوا خاصة هنا في الطرف، واش ندير؟ ناخذ لاباط تاعي ونجبدها هكذا، شوفوا هاي لك، قلت لكم ما ملي تقطعت ماشي مشكل، هكذا برك حاولوا انكم تجبدوها باش تولي رقيقه، باش هاد المحنشه تجي ولا اروع، صدقوني واحد البنه قدو دوم ميم سنيوه كبيره، ديروا بالك العجين شويه زياده رايحين تاكلوا كامل اللي في الدار. يلا شوفوا هاي لك، واش ندير دوكا؟ قلت لكم انتم الحشو ديروه بارد، نرمي شويه تاع الحشو اللي كنت وجدته هاوليك. انا قلت لكم درت اللحم مفروم، شوفوا هاي لك هكذا شويه شويه بركه، ها هكذا نزيد شويه تاع الجبن، شوفوا هاي لك هكذا، ونبدا نرولي هكذا. شوفوا قلت لكم ما ملي تقطعت ما تخافوش، معليش لانه شوفوا راح ندوروها دونك ما تبانش هكذا، شوفوا تمشي وحدها ما تقولوش وعره ولا هاي لك، ها شوفوا هاي لك بهالطريقه. يلا نزيد نستقبلوا مكالمه. الو الو شيف، شيف صافا؟ سلام صافا، واش راكم يا ناس الصيف؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. حبيت باش نقول لك باللي الوصفات تاعك ولا اروع، ناجحين 100%. الحمد لله بصحتكم، بصحتكم، اني فرحان بزاف بكم، اني فرحان، اني فرحان كي راكم تجربوا. يعيشك. حبيت نطلب منك طلب ديالنا ل ما عندهاش زر هاد السيده، قالت لي حبيت نطلب منك طلب واش دير لنا تكوبات. معليش شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، شوفوا هذيك لاباط اللي قلت لكم ما خليتها ريحت، شوفوا كيفاش تقولوا تقول عليها شغل رقاق على الديول، شوفوا ويخرجوا بزاف هايلين، هاد المحنشه تخرج بزاف هايله. شوفوا هاد لاباط اللي عجنتها قدامكم دركا، هادي تعبني، شوفوا علاش؟ لانه مازال ما ارتاحتش، خليوها ترتاح برك وحدها تمشي. طبعا شويه تاع الزيت، شوفوا نحل كامل ومن بعد نجبد، شوفوا هاي لك هكذا، راح نوري لكم برك كيفاش توسيو هذه المحنشه. شوفوا هاي لك، ناخذ لاباط، شوفوا لاباط ما تاخذش الراي كما نقولوا. انا نجبد ويا تقول لي لا لا، شوفوا قلت شوفوا علاش قلت لكم خليوا لاباط تاعكم تريح راح تجيكم سهله، شوفوا كيما هذه تعبكم هكذا، شوفوا هاي لك يلا نزيد نستقبلوا مكالمه من جيجل. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم يا ناس جيجل، واش راكم؟ يطول عمرك ويعيشك بخير يهنيك، سلام عليكم. بارك الله فيك، سلام عليكم الخير ان شاء الله. يسلمك، وشحالك الشيف فارس؟ والله غير الحمد لله، سؤال عليكم واش راكم انتوما؟ والله فرحانين بالمكالمه معك، راني شاف نبضات الكلب تاعي تتزايد واني نرجف. مرحبا بك، مرحبا بك، يطول عمرك. شاف القيلوله نتاعنا نشدوا كراس كاش القيلوله، شاف احنا في بيت اولادي والمبرد هنايا في زاغ واحنا نتبعوا فيك، وقرعه ما بارده. يعيشك قرعه ما بارده هذيك. يا ربي يعيشك. الله يسلمك بصحتكم. شاف وصفاتك ولا اروع ولا اروع ولا اروع. الحمد لله الحمد لله بصحتكم. ولله الحمد لله. شوف مولفه نسيي نجرب الوصفات
من جهه ومن بعد نعاود نرجع للوصفه تاعك. تروح دوري 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 تعاودي تولي لي شتي والله جن ولي لي يعني ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. انا راني في العطله راني استاذه. الله يبارك يبارك في عمرك. ما الايام اللي نخدم فيها انا ما نقدرش نتبعك. الله يسلمك تعيشي طول عمرك. ولكن الشرف ليا في العطله هذه راني نتبع فيك وراني نجرب لوليداتي مادام رانا في الحمد لله. بصحتكم بصحتكم بصحه بالصحه والراحه. يطول عمرك ويعيشك وربي يفضلك. بارك الله فيك ويعطيك ما تتمنى الشيف. بارك الله فيك. شكرا لك سيداتي شكرا. انا كي نشوفك كي تعود تخدم ولا نشوف كيما نقولوا احنا هنا في جيجل كب ورب كب ورب. الله يسلمك يطول عمرك يعيشك يفرحك يا ربي يعيشك ولادك ان شاء الله وفينا تسعى. بارك الله فيك شكرا يعطيك الصحه. شاف يغيب لي من الذاكره نتاعي اللي حابه نطلب يعني الفرحه هذه تغمرني وتكفيني. هذا شرف لي. بارك الله فيك سيداتي شكرا. شرف لينا. بارك الله فيك شكرا. يكثرك ان شاء الله ان شاء الله. شكرا للطاقم اللي معاك وربي ينجحكم. شكرا بالنيابه يعطيك الصحه شكرا سيداتي شكرا. يلا شوفوا مشاهده الكرام تخليوا لاباط تاعكم تريح. قد ما تخليوها تريح قد ما تجيكم سهله قد ما هذه المحنشه تجيكم خفيفه وتجيكم بنينه. شوفوا هذه رقيقه شعره شغل وهذه مازال شويه خشينه نحس باللي مازال شويه خشينه وما ما نحلتش كيما حبيت انايا. شوفوا نتوما واش ديروا ديروا المحنشه الاولى من بعد زيدوا المحنشه الثانيه ودائما هذا من تحت هكذا. شوفوا هاي لك هكذا ها نزيدوا وحده وتقعدوا تكملوا هكذا حتى تكملوا كامل السنيوه تاعكم والعجين تاعكم اللي كنتوا وجدتوه. يلا ها شوفوا هاي لك مع اللون نمشيها هكذا بيدي ها نمشيها بيدي وصدقوا لي قد ما تخليوها ترتاح راح تجيكم سهله. شوفوا هاي لك هكذا نحل بيدي كامل ومن بعد نبدا نجبد. شوفوا نبدا نجبد هكذا ها قد ما تكبروا العجينه تاعكم قد ما يعني قد ما تحلوها قد ما مليحه ليكم. شوفوا وهكذا هكذا بهذه الطريقة ندير شوية تاع الحشو هكذا شوية تاع الجبن ها ونغلق نبدأ نطوي هكذا. شوف هكذا شوف نمشي وحدها هكذا نزيد جبس نيوه. شوفوا هنايا وين كان الفراغ. شوفوا وين كان الفراغ نحاول نغطيه. شوفوا هكذا باش المحنشه تاعنا تجينا شابه. هذه دائما من التحت وهذه دائما كذلك من التحت وتكملوا هكذا وتزيدوا ديروا واحده اخرى وتزيدوا حتى تغطيوا كامل السنيوه تاعكم. كي تكملوا المحنشه تاعكم هاي ليك قلت لكم عندكم هنا زوج حبات بيض درناهم في العجينه وزوج حبات وزوج ومن بعد نستعملوا زوج صفار وشويه تاع الزيت. ما نستعملوش البيض كامل نحيو البياض بياض البيض نستعملوا غير الصفار وهذاك الصفار نخلطوا مع مغرف تاع الزيت نزيد مغرف تاع الزيت ندربهم مليح ومن بعد راح ناخذ بانسو وندهن كامل هذاك الصفار البيض اللي درت له شويه تاع الزيت وندخلها الفرن درجه حراره 180 درجه راح تاخذ منكم واحد 30 35 دقيقه تشوفوها حمارت يعني ولات حميمرة الله يبارك. تخرجوها وتقطعوها وتقدموها صدقوني بزاف بنينه بزاف بنينه. يلا مشاهدينا الكرام راح نكمل انا المحنشه هذه نروحوا فاصل قصير قعدوا معايا ما تروحوش بعيد لانه الكيكه راح نديروها ثاني بزاف بنينه راح يحبوها بزاف ولادكم. خليكم بعد الفاصل. يلا مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا راح نديروا الوصفه الثانيه كيكه راح نديروها بالكريمه خليوها برك تبرد هذه الكيكه وفيها الكراميل ثاني
صدقوني بزاف بنينه. يلا واش نسحقوا هاد الكيكه؟ فيها ثلاث مراحل، عندنا المسكوتشو تاعنا اللي راح نوريكم كيفاش نديروه، وعندنا الكراميل اللي راح نديروهم بعد في قلب هاد المسكوتشو، وعندنا الكريمه اللي راح نديروها من الفوق، وطبعا شويه الشوكولا اللي راح نزينوا بها هاد الكيكه. تابعوا معايا، عندكم هنا زوج كيسان ونص تاع فارينة، كاس اللي تشربوا به الماء عادي، نكيلوا زوج كيسان ونص تاع فارينة، زوج حبات بيض، مغرف كبيرة تاع الخل، كيس تاع سكر فانيليا ولا فانيليا كما تحبوا، كيس تاع خميرة الكيميائية، عندنا زوج مغارف تاع الكاكاو، كاين هنا نص كاس تاع السكر اللي كيتو به فارينة، تكيلوا نص كاس تاع السكر، عندنا نص كاس تاع الزيت الكاس نفسه، وعندكم كاس غير ربع تاع الحليب. هذا بالنسبه للمسكوتشو تاعنا ولا الكيكه تاعنا. نعاود لكم، زوج كيسان ونص تاع فارينه، زوج حبات بيض، مغرف كبيره تاع الخل، الخل هو اللي يعطيني هذيك الهشاشه، يعطيني هذيك الردو خفيف، قلنا مغرف تاع الخل، كيس تاع خميره كيميائيه، عفوا كيس تاع سكر فانيليا وكيس تاع خميره كيميائيه، زوج مغارف كبار كاكاو استعملت انا الاسود، يعني الكاكاو الخام الاسود، عندكم نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، كاس غير ربع يعني تعمروا الكاس تخليوه ربع ما تعمروش تاع الحليب. هذا بالنسبه للكيكه ولا المسكوتشو تاعنا. نروحوا نديروا، شوفوا نحضروا المسكوتشو تاعنا، ومن بعد نعطيكم مقادير تاع عفوا مقادير تاع الكريمه والكراميل. شوفوا معايا هنا، ناخذ زوج حبات بيض، وهاد الكيكه ما تستعملوا لا باتير لا والو، غير بالفيون ثم فريتوها. شوفوا ناخذ هنا قلنا زوج حبات بيض، نزيد لهم هذاك النص كاس تاع السكر، ونخلطهم مليح حتى نشوف السكر تاعي ذاب هكذا بهذه الطريقه. يلا نستقبلوا مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم خويا ماريا، واش راكي لاباس؟ والله غير صافي الحمد لله. واشك خويا راك مليح؟ والله غير الحمد لله. سؤال عليكم. الله يسلمك، عايشك خويا، الله يسلمك، ربي يخليك، طول عمرك. انا متتبعه وفيه ملي كنت سميره تي في. مرحبا بك، نحييك على كل الوصفات تاعك ما شاء الله، الله يبارك. شكرا، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. الله يسلمك خويا، يعطيك بارك. شكرا سيداتي، يعطيك الصحه. الله يسلمك، نتمنى لكم ناجح خويا. حبيت برك نعيط لك نشكرك على كل الوصفات اللي راك دير فيهم. بارك الله فيك، شكرا لكم. وفيتهم ناجحين 100%. الحمد لله، الحمد لله. الله يسلمك، صحتكم. الله يسلمك، بارك الله فيك خويا، ربي يزيدك ان شاء الله، ربي يوفقك. وتحيه كل كيف اللي راهم معك، الله يسلمك، كل التوفيق والنجاح. تمام، يسلموا عليكم كامل كما راكم، بارك الله فيك. الله يسلمك خويا، الله يسلمك. وحبيت نطلب برك منك، ربي يشفي كاع المرضى يا ربي. امين، وربي يكون معاهم، وربي ينزل علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله، اللهم اشفي مرضانا يا رب العالمين. اللهم امين، يعطيك الصحة خويا، ما تطولش عليك. شكرا، يعطيك الصحة والمزيد من النجاح باذن الله. بارك الله فيك، شكرا سيدتي. الله يسلمك فيك، بارك، يبقى على خير خويا. مع السلامة، شكرا. شوفوا معايا، تخلطوا هذوك زوج حبات بيض مع نص كاس تاع السكر، تخلطوهم مليح حتى تحسوا باللي السكر بدا يذوب شويه، هاوليك، وحتى الخليط هذا يبيض. واش نزيدوا؟ نزيدوا هذاك نص كاس تاع الزيت، هاوليك، نخلطوا مليح هكذا، هاي لك. نزيدوا كاس غير ربع تاع حليب، الكاس اللي كيلتو به فارينه وكيلتو به السكر وكيلتو به الزيت، كيلو كاس غير ربع تاع الحليب. نزيد الحليب تاعي هنا هكذا، شوفوا هكذا. نزيدوا هذاك الكيس تاع سكر فانيليا، ولا ما كانش عندكم سكر فانيليا ديروا فانيليا عادي. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمة. الو الو، السلام عليكم يا نسندية، واش راكم؟ سلام، واش راكم؟ واش راكي سيداتي لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانتم معكم بخير؟ والله غير الحمد لله. ولا اهل المدية لاباس؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. تفضلي سيداتي. لاباس الحمد لله. مطلوب منكم هذيك اللي درتها بقى. وشن هي؟
محنشات. نعم محنشة. المحنشة هكذا. محنشة محنشة. نعود لك لاباط العجينة. لاباط برك. يلا عندي 5 كيسان فارينة. إيه. وزوج حبات بيض. إيه. شوية تاع الملح. إيه. وزوج كيسان حليب. إيه. هذا ما كان. يعيشك ربي يخليك. بارك الله فيك، شكرا لك سيدتي. شكرا. يلا مشاهدينا الكرام، قلنا زوج حبات بيض، نص كاس تاع السكر، تخلطوهم مليح حتى ذاك الخليط يبيض غير بالفويه، من بعد تزيدوا نص كاس تاع الزيت، وتزيدوا كاس غير ربع تاع الحليب، وكيس تاع سكر فانيليا. هذا ما كان. هادو اللي درناهم الاولين. دوك هنا ناخذ الصفايه تاعي، نحط زوج كيسان ونص تاع فارينه، شوفوا معايا هكذا، نزيد قلنا كيس تاع خميره كيميائيه وزوج مغارف كبار الكاكاو الاسود. استعملت هنا الكاكاو الاسود ده هكذا، دائما نغربلوهم ونصفيوهم هكذا باش نهويو الفرينة تاعنا، باش الكيكة تاعنا تجينا خفيفة. شوفوا يلا نزيدو نستقبلو مكالمة. السيدة فاطمة الزهراء من سطيف، مرحبا بك سيدتي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام شفيرس. انا كنت سنة تخرجي سيدة. واش راكي؟ ولا غلبات. راكي مليحة. واسمك انتيا؟ ولا غلبات. ولا غير الحمد لله. واسمك؟ ولا غالي البيت. فاطمة الزهرة. نعم. نعم عندك دايما. شحال في عمرك؟ 10 سنوات شفيرت. الله يبارك الله يبارك. ولكن تعاوني ماما في الكوزينة ولا لا؟ اي نعاونها. واش راكي ديري لها؟ ساعد نخدم على الماء نطبخ معاها. يلا بصح بارك الله فيك. وصفاتك كلها. يلا بارك الله فيكم بصحتكم. ولا أروع. ولا أروع فاطمة الزهرة، بارك الله فيك. عجبتك أختي صغيرة حتى تهضر معايا. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم عمو فايز، شراك؟ واش راك ياكي مليحة؟ مليحة إيه. شحال في عمرك أنت يا؟ 6 سنين. 6 سنين؟ إيه. راهي تبان الأخرى 6 سنين وأنت 10 سنين. ليه؟ راكي مليحة، واسمك أنت يا؟ وسمي ياسمين. ياسمين الله يبارك ياسمين، بارك الله فيك. ربي يسجيكم ان شاء الله. شكرا. 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 يلا شوفوا مشاهدينا الكرام، هاوليك الخليط اللي نتحصلوا عليه. شوفوا. هاوليك. ها. شوفوا. واحد الشوكولا راهي دايرة حالة. شوفوا في الأخير كي تخلطوا كلش، نزيدوا هذيك المغرف تاع الخل، في الأخر كاملة، نزيدوا مغرف خل طبيعي. هاي لك معروف كبيرة، ونزيد نخلط باش ندخل هذا الخل كامل هنا مع هاد العجينة، وتكون الكيكة تاعي خلاص. وندخلها الفرن لدرجة حرارة 180 درجة ماشي كتر، باش طيب لكم الداخل. شوفوا معايا هاي لك. يلا العجينة تاعنا خلاص راهي واجدة. يلا شوفوا انا خذيت هذا المول، هاوليك هذا المول اللي يتنحى. شوفوا بقى تاعو يتنحى، هاوليك درت له بابي كويسون من التحت ولا ورق الطهي، ودهنت كامل الطرف ورشيتو بالفرينة هكذا باش نضمن الكيكة تاعي ما تلصقش. شوفوا يلا نفرغ هذا الخليط هنايا هكذا. هذا بهذه الطريقة، وقلنا راح ندخلوها للفرن على درجة حرارة 180 درجة، تكونوا الفرن تاعكم سخنتوه من قبل ماشي اكثر من 180، لانه راح تحرق لكم من الفوق ومن التحت والداخل تقعد خضره. دونك ديروها 180 وخليوها تطيب
هاي هكذا. يلا هنا الفتيعي راهو سخون ودائما خبطوها هكذا. شوفوا خرجوا لها الهواء اللي كان من داخل. شوفوا غير تخبطوا تشوف واحد فقاعات يخرجوا هكذا باش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه هكذا. يلا مباشره ندخلها للفرن، قلنا على درجه حراره 180 درجه، نخليها حوالي 25 حتى 30 دقيقه. كيفاش تعرفوا بلي طابت؟ عادي دخلوا الموس، الا خرجناش تعرفوا بلي طابت، ولكن مازال مش ما عرفوا بلي مازال ما طابتش. يلا نروحوا للمرحله الثانيه. حنولي لكم واحد، شوفوا معايا شوفوا غير مقله صغيره ولا كسرونه صغيره ولا راح نحطوا هكذا. شوفوا عندنا كراميل اللي راح نديروه كي طيب هذه الكيكه، نخليوها تبرد ومن بعد نتقبوها كامل، نتقبوها تقاب يكونوا شويه كبار، ومن بعد راح نسيلوا عليها هذه الكراميل باش يدخل داخل دوك التقابي، باش نقطعوا المسكوتشو تاعنا يكون داخل كامل بالكراميل. يلا واش نسحقوا هنا؟ شوفوا نسحق هنا كاس غير ربع، يعني كاس ما تعمروهش مليح تاع السكر. هاوليك نحطه هنا وما نمسوش، نخليه يدوب، ما تمسوش باش ما يتكور لكمش ما يتحجرش. نخليه هكذا، نخليه حتى نشوفه ولا كراميل، يعني ولا داب السكر وتغير اللون تاعو ولا هذاك البني الشباب. كي تشوفوا الكراميل تاعكم خلاص السكر تاعكم داب ولا كراميل، واش ترميوه؟ ترميوه المغرف كبيره تاع الزبده، تخلطوها مليح دوك تشوفوا بعينيكم، تخلطوها مليح ومن بعد راح نزيدوا علبه تاع كريم ديسير كراميل. هاوليك اللي فيه الكراميل، كريم ديسير كراميل، راح تجيكم واحد الكراميل ولا اروع ولا اروع. هذا بالنسبه للكراميل، قلت لكم عندكم كاس غير ربع تاع السكر تحطوه فوق النار يدوب حتى يولي كراميل واللون تاعو. ردوا بالكم هذاكم قد ما تزيدوا قد ما اللون تاعها يولي غامق وتولي بالمروريه. دونك اللون تاعها يكون هكذا كما راكم تشوفوا. من بعد ما تذوب يذوب السكر ويولي كراميل راح تزيدوا له مغرف كبيره تاع زبده، ذوبوها مليح تخلطوها مليح، من بعد نزيدوا علبه تاع كريم ديسير كراميل ونخلطوها حتى تحصلوا على الكراميل بزاف بنينه. هذا بالنسبه للكراميل. المسكوتو تاعنا راهو يطيب، نروحوا للكريمه. شوفوا معايا الكريمه واش عندنا. عندكم نص لتر تاع حليب، شوفوا معايا نص لتر تاع الحليب، نص كاس تاع السكر، زوج مغارف تاع النشا، وعندنا زوج مغارف تاع الكاكاو المر، كاكاو الاسود. هاكو تشوفوا بارد في بارد، ها نخلط كل شيء بارد في بارد ونحط فوق النار ونقعد نخلط، ما نغفلش عليها، نقعد نخلط حتى نشوف الكريمه تاعي عقدت. يلا بدا يدوب السكر تاعي، شوفوا هكذا نخلط مليح. قلنا هنا الكريمه نص لتر حليب، نص كاس سكر، زوج مغارف تاع النشا، وزوج مغارف تاع كاكاو الاسود. شوفوا نخلطوا هكذا، نخلط مليح قبل ما نحط فوق النار، ندخل هذيك المايزينا والنشا والكاكاو مليح في الحليب، من بعد راح نحط فوق النار. شوفوا هاي لك نحط فوق النار هكذا، وما تغفلوش عليها ردوا بالكم لانه فيها نشا وفيها الكاكاو دوك تتحرق لكم. ها
والكمية ماهيش كبيرة، قلنا نص لتر حليب برك. شوفوا معايا، وعندنا في الكريمة مغرف، كي تشوفوا الكريمة تاعكم عقدت خلاص، نحيوها من فوق النار، تحطوا لها مغرف تاع زبدة تكون هكذا طرية، وذوبوها لداخل، وترميوا لها واحد 60 حتى 70 غرام تاع شوكولا نواغ، هايلك يعني تكسروها بهذه الطريقة، وتحطوها هي سخونة، الكريمة تاعكم سخونة راح تذوب معاها. وطبعا هنا سكرفس شويه تاع الشوكولا باش نزين به هاد الكيكه تاعي. يلا شوفوا هنايا، هاوليك السكر تاعي، السكر تاعي راهو داب. شوفوا شوفوا معايا، ما نمسوش السكر، نخليه حتى تشوفوه داب بهذه الطريقه، ودائما ب لاسباتي تكون سيليكون. شوفوا هاوليك بهالطريقة، شوفوا هايليك، شوفوا اللون تاعها شحال شباب. كي توصلوا لهذه المرحلة شوفوا هنا، نرميو هذيك المغرف تاع الزبدة. يلا نستقبلوا مكالمة. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم شيف فارس، واش راكي لاباس؟ لاباس يسرى. شكرا على الوصفات كلها. يسرى يسرى حبيبتي، قبل ما تشكريني منين راكي تكلمينا؟ من مسيلة. من مسيلة، الله يبارك، راكي مليحة يسرى؟ لاباس. وراكي تعاوني ماما في الكوزينة ولا لا؟ ايه. ها؟ ايه. راكي طيبي زعما؟ ايه. واش تعرفي طيبي؟ كروكي. اوه كروكي. وي كروكي ضربة واحدة. مالا انت نجيبك ضيفة معايا والشخشوخه تعرفي ديريه ولا ما تعرفيش ديريها؟ شوي 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 شوي، لازم تتعلميها. ايه هكذا يسرى. ايه بارك الله فيك، شكرا شكرا. مع السلامة. لاباط لاباط، مش من لاباط الاولى لا تاع المحنشة. ايه يلا ما كاش مشكل، كيف ما مرة اروح عندنا لنسيلا ونديروا لك محراز. ان شاء الله، شكرا لك، شكرا ان شاء الله، شكرا. يلا شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، انا زدت هذاك المغرف تاع الزبده نخلطها مليح، من بعد هاي لك شوفوا ناخذ قلنا علبه تاع، شوفوا معايا علبه تاع كريم ديسير كراميل هكذا، نقسمها على زوج. يلا هاي لك الكراميل تاعي اللي راح نديرها في قلب هاد الكيكه، شوفوا نخلطها مليح، وقد ما تبد قد ما تشد روحها. هاي لك امامكم، شوفوا هاي لك، قلت لكم بالك وتنسوا الكريمه وانا نسيتها. يلا شوفوا نخلطوا مليح، هاي لك الكراميل تاعي بنينه بزاف، جربوها وقولوا لي واش رايكم. هكذا نخليها تبرد، يلا نشوفوا الكريمه تاعنا هنا. يلا يلا هنا خلاص كملنا، هاي لك الكراميل تاعي، شوفوا شحال هايله، قد ما تبرد قد ما تشد روحها. شوفوا هاي لك، قلت لكم كي تشوفوا الكيكه تاعكم طابت تخرجوها. شوفوا انا تقبتها بحاجه تاع اللوح تكون شويه عريضه، يعني تقبها باش تعرفوا ماشي بالموس، تكون هكذا تكون شويه يعني تقابي يكونوا شويه عراض، من بعد هذوك تقابي تبداو تسيلوا الكراميل، تسيلوا الكراميل باش الكراميل تدخل في قلب المسكوتشو هذاك، من بعد راح نزيدوا من الفوق الكريمه هاي اللي راني وجدت فيها دوك. يلا قبل ما نخرجوا فاصل نعاود لكم لاباط تاع المحنشه، قلنا خمس كيسان فارينه، زوج حبات بيض، زوج كيسان حليب، وشويه تاع الملح. هذا ما كان. يلا شوفوا هذيك الكريمه تاعي، شوفوا هذيك الكريمه تاعي، قلت لكم غير تنحوها فوق النار تزيدوا لها هاد المغرف تاع الزبده باش تجيكم بنينه هكذا، ونزيد قلنا 70 حتى 60 غرام تاع شوكولا نوار هكذا، وهي سخونه وتقعدوا تخلطوا هكذا حتى تذوب هذيك الشيكولا
والزبده هذيك ثاني تذوب في الكريمه. كي تخرجوا المسكوتو تاعكم تقبوه من بعد وسيروا تقابي بزاف هذوك تقابيح تفرغوا هذا الكراميل باش تدخل. شوفوا هاي لك بدات تشد روحها. شوفوا هاي لك. ومن بعد هذوك تقابي قلنا راح نفرغوا هذا الكراميل، ومن بعد من الفوق راح نفرغوا هذا الكريمه وهي داخل المول تاعها. يعني الكيكه خليوها داخل المول تاعها، فرغوا تقبوها، فرغوا الكراميل تاعكم، فرغوا الكريمه وديروها في الثلاجه تبرد تشد روحها عفوا. من بعد نحيوها يعني تخرج عادي وزينوها بالشيء اللي حبيتوه. هذيك الكريمه تاعي امامكم ان شاء الله تكون برك الوصفه واضحه. هاي لك شوفوا. يلا مشاهدينا الكرام هذو المواصف تاع نهار اليوم. يلا خلوني ندير براسي شويه ورايحين قعدوا معايا ما تروحوش بعيد ثاني. رايحين نشوفوا الوصفه تاع نهار اليوم حاضرين وجاهزين امامكم. خليكم بعد الفاصل. تصوروش شوفوا شوفوا معايا. يلا شوفوا المحنشه تقرمش شغل درتوها بالديول. شوفوا نقطع هاي لك المحنشه تاعي ولا اروع. شوفوا هذوك شغل فايتي. شوفوا شغل فايتي هاي لك. هذه بالنسبه للمحنشه دوك ندوقها. نروحوا للكاطو اللي درناه اليوم ولا الكيك اللي درناه اليوم. الكيكه اللي درناها اليوم هاي لك امامكم. تخلوها تبرد. شوفوا تعطوا لك الكريمه تخلوها تبرد، من بعد تنحيوها من القالب تاعها وتزينوها بشويه شوكولا الشيء اللي يكون عندكم. هاي لك نقطع. يا الله شوفوا. يلا هاي لك صدقوني ولا اروع، خاصه الناس اللي يحبوا شوكولا والدقط الكراميل راهو لداخل. هاي لك مشاهدنا الكرام هادو هما المواصفات تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكونوا عجبوكم ودونتوا كامل المقادير وطريقه التحضير. يلا خليكم اوفياء لحصتكم فارس. يضرب لكم موعد غدا ان شاء الله نفس القناه ونفس التوقيت بزوج وصفات كما جرت العاده. من هذاك الوقت تهلاو بزاف في روحتكم وتهلاو بصحتكم. سلام.